قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي، أعلمكم علي، أعدلكم علي، علي مني بمنزلة رأسي من جسدي، علي روحي التي بين جنبي، علي أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى. وقال من جملة، قال: يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم، لولا أن أخاف ناس يقولون أنت إله، أنت رب، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيراني. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه يقول لي: ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له: شوف، المرة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. النبي كان يقول يا علي، لا تقول شرك، النبي هم كان مشرك، أعوذ بالله. النبي كله عنده يا علي، كتابه الضخامة، كل فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي دنموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. رب العالمين ما يسلب من عندنا هالكلمة في الأوقات الحرجة. نادى عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي. اللهم اجعلنا من أتباعه ومن أوليائه ومن المقربين إليه، ولا تسلبنا ولايته. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولأئمة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم لعن قتلة علي أمير المؤمنين، اللهم لعن أعداء علي أمير المؤمنين، اللهم لعن مبغضي علي أمير المؤمنين، اللهم أبعدنا عنهم واحشرنا مع علي. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.